موجز لأهم وآخر الأخبار، فأهلا بكم. تمكنت القوات الجنوبية من إحباط هجوم إرهابي من قبل عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في أطراف وادي الخيالة بمديرية المحفد بمحافظة أبيان. وأضاف مصدر في اللواء الأول دعم وإسناد أن القوات الجنوبية حققت ضربات موجعة للتنظيم الإرهابي في أطراف وادي الخيالة، سقط على إثرها قتلى وجرحى في صفوف التنظيم الإرهابي. هذا وأكد المصدر أن قوات اللواء الأول دعم وإسناد أحبطت هجوما إرهابيا لعناصر تنظيم القاعدة قبل وصولهم لمواقع القوات الجنوبية. أفضى التقرير الصادر عن اللجنة المكلفة بالتحقيق في أحداث ملعب الشهداء إلى طمس أبعاد وخيوط الجريمة المنظمة التي استهدفت الجماهير في مهرجان تعز العيدي رابع عيد الأضحى المبارك. ووضعت اللجنة تقريرها المتضمن النتائج الأولية للتحقيقات في الحادثة، زاعمة أن الجريمة كانت وليدة تلك اللحظة وردود أفعال من أفراد غير منضبطين. وجاء في مزاعم اللجنة التي قدمت تقريرا مشوها مجردا من الحقائق الموثقة بالصورة بالصوت والصورة أن الحادث عرضي وفردي ولا يحمل أي طابع للتخطيط والتآمر. شهدت مدينة سيئون وقفة احتجاجية أمام مبنى السلطة المحلية بالمديرية، نظمتها الهبة الحضرمية الثانية بهدف المطالبة بحقوق أبناء حضرموت، واحتجاجا على فساد الحكومة والسلطات وتلاعبها بالإيرادات. المحتجون في الوقفة رفعوا لافتات تطالب بمعالجة الأوضاع المعيشية والخدمية، وطالبوا بإيقاف انهيار العملة المحلية وتخفيض أسعار السلع. من جانبها أعلنت الهبة الحضرمية أن هذه الوقفة هي بداية لخطوة تصعيدية شعبية أكثر حدة لإعادة الحقوق والمقدرات الوطنية المسلوبة والدفع بها لتحسين خدمات المواطن. وجه محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي بإيقاف بيع وشراء العملات الأجنبية بالتزامن مع تواصل انهيار الريال أمام العملات الصعبة حتى إشعار آخر. ووجه المحافظ مديري فرع البنك المركزي بالمكلا وسيئون بمراقبة محال الصرافة وتوجيهها بإيقاف كافة عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية سواء بالنقد أو عن طريق الشيكات أو داخل حسابات العملاء. وشدد محافظ حضرموت على الأجهزة الأمنية مراقبة أي تجاوز لعمليات بيع العملات الأجنبية في عموم حضرموت. نهاية الموجز، إلى اللقاء.